عرفت حالة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء بمدينة وهران تدهوراً كبيراً في الأيام الأخيرة التي تتزامن مع اشتداد حرارة موسم الصيف، أين يحتاج الغطاء الأخضر إلى كمية كبيرة من المياه للعيش ومقاومة موجة الحر، الأمر الذي تفتقده العديد من المساحات الخضراء الموزعة عبر العديد من الحدائق والمتنزهات وكذا الشوارع والطرقات الكائنة عبر محيط المدينة. وبعد حملة قادها ساكنة وهران عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات وصور للحالة الكارثية التي آل إليها الغطاء النباتي بالمنطقة، قام طاقم جريدة الجمهورية بجولة استطلاعية بوسط مدينة وهران وشرقها عبر بلدية بئر الجير للوقوف عن كثب على الوضعية العامة لهذه المساحات، أين لاحظنا أنه بالفعل هناك تدهور في حالة مختلف المساحات واصفرار الغطاء النباتي. كما لاحظنا ونحن في طريقنا إلى وهران وسط حالة الحديقة المتوسطية التابعة لحي العقيد لطفي الذي تظهر على الغطاء النباتي وخاصة الأرضية بقع كبيرة ذات لون أصفر، بينما اختفى العشب من مساحات أخرى بعد موته نهائيا. وعند وصولنا بالضبط بحي الصديقية والطريق الرابط بين محور دوران الإقامة متوجهين نحو جسر زابانا وجدنا حالة الغطاء النباتي جيدة، إذ كان عمال البلدية منتشرون بالمكان لتنظيف تلك المساحات من الأعشاب الضارة والأوساخ التي تهلك الغطاء النباتي، وكان هناك أيضا عمال مهمتهم السقي وري الغطاء النباتي بذات المكان. ولمعلومات أكثر اتصلنا بالسيد مختار بومدين صاحب مشتلة ومختص في مجال النباتات والمساحات الخضراء الذي صرح لنا. السلام، مرحبا بكم. نلاحظوا على المساحات الخضراء، المساحات الخضراء كما ظروف ما يشبهكم شغلنا في لابيريو تاع الصيف، لازم لازم الأرواز يكون معتدل باسكو رانا في لابيريو تاع السخانة بزاف، ولازم الأدوية كما أكاريسيد للتيلة بخطرة يجي في لي بلان بزاف، ولازم تعدي بيسون لزنزال الحشرات، ولازم الناس مختصين هما اللي قابلوا المساحات الخضراء باش تنجح في مدينة وهران.